أهلا بكم. استفاقت ساكنة إقليم شفشاون على وقع حادث مؤلم يتمثل في انتحار شاب تلاتيني حادث الزواج، حيث تم العثور على جثته معلقة داخل منزل عائلته الكائن بمنطقة بابتازة. ويتعلق الأمر بلاعب معروف بفريق اف سي بابتازة وهو عميدها، والذي يمارس في قسم الهواة. ويتعلق الأمر بلاعب معروف بفريق اف سي بابتازة وعميدها، وله سمعة طيبة ويمارس الرياضة في قسم الهواة، حيث خلفت حادثة انتحاره صدمة في وسط العائلة وزملائه في الفريق والمعجبين به. وحضرت السلطات الأمنية وعناصر الوقاية المدنية التي عملت على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، في حين تم فتح تحقيق في الواقعة والتي وصفت بالغامضة، على اعتبار أن الهالك لم يكن يعاني من أي اضطرابات نفسية، وهو المسير الرسمي للفريق ويتمثل بشعبية كبيرة داخل مدينة شفشاون. المشاهدين، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.